المهم صار لي فترة قاعدة أدور عن كريم كذا لما أحطه يشد كذا، أبغى أشوف الشد دايركت كذا، ما أبغى أستنى وعلاج وشهر وشهرين، ما أبغى. المهم مدحوا لي هذا مرة مرة مرة، فقاعدة أستخدمه لي فترة، فظيع فظيع والله العظيم فظيع شوية عليه. قبل أفتح كومنت متأكد إنه أكثر الناس استخدمت هذا الكريم، حتى إذا يمكن مو الكل، قد ما إنه مرة معروف وكيف إنه سحر على البشرة، بس حيقولوا إنه سعره مرة غالي. أقول لكم حاجة، قبل لا أقول لكم شيء مرة حينبسطكم، هذا بديت فيه أستخدمه في المغرب لما كنت في المغرب، يعني أخذته معايا كان جديد حلو، وبديت أستخدمه بنات فرق السماء والأرض بشرتين. بس أنا هذا كريم مرطب وهذا عبارة عن كأنه ماسك، حاجة فظيعة تشد البشرة، يعني والله ما أبالغ. شفت الخطوط اللي حول الابتسامة؟ لما أجي أنا ما أحط هذا في كل وجهي لأنه ما أحب أكثر كريمات، بس هذا رهيب 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 للخطوط، يعني هذا أحطه بس حول العين وعند أماكن الخطوط حقت الابتسامة مو في كل وجهي. أول شيء تخيلوا إيش تركيبة الكريم. تركيبة الكريم زيت التين الشوكي، طبعا زيت التين الشوكي لحاله طبعا تجار بالغوا جدا بأسعاره صراحة، وصلت فوق 800 فوق 900، حرام على زيت يعني ما يسوى، وبعضهم ب 600. طبعا نفس اللي صار بالضبط مع زيت أرقان، تبيع لك 50 ملي ب 300 ريال، بينما هو ما يسوى حقه صراحة، وسعره في المغرب يعني 100 ملي أو 50 ملي ب 100 ريال أو 300 ريال، ليش حرام؟ هذا الزيت هو اصلا من المادتين هذه، من الزيتين هذه، زيت الارغان وزيت التين الشوكي. سعره كان تخيلوا 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 العرض اللي جبت لكم، هو لانه من جد من جد عجبني. قلت لكم انا ما راح امدح اي حاجه ما تعجبني، اي حاجه ما تعجبني والله العظيم راح اشيلها برا بوتيكي، واي شيء يعجبني وانا مقتنعه فيه وجربته على وجهي وبشرتي حتكلم عنه وامدح. بدايه وقد المدح اللي كنت سامع عنه ما حطيته في بوتيكي ولا حطيت، يعني قلت حاجه ما جربتها وأنا حرة إيش أحط في بوتيكي وإيش أشيل. وتخيلوا حطيت لكم العرض من 1300 تقريبا إلى 400 ريال. تخيلوا دول ثلاثة، يعني هذا الحالو من أرمانا، هذا حق الرموش لحاله تشتري ب200 وشوية، دول ثلاثة كلهم ب400. والله العظيم أنصح فيه من قلب لأنه فظيع 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 شوية عليه. هذا زي ما قلت لكم انا ما احتاج، هو للبشره، هو اتوقع حلو من سن يبدا من 25 بس ما اعرف مو متاكده، بس انا فين احطه؟ انا احطه بس حول العين بعيد عن الهالات وحول منطقه الابتسامه. بعد ما احطه بعد ما افرد زي كذا على منطقه مثل هذا خط الابتسامه اللي واضح، لما اجي احطه اقعد اعمل زي المساج في المنطقه. حلو فظيع بنات لما تحطيه، اللي حلو فيه تشوفي النتيجه في نفس الوقت، تشوفي كيف انه نفس الخط مره خف معاكي وبدا يشد مع الدوام، حتلاحظي انه مره شد. بس بقول لكم حاجه بنات، فظيع 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 هذا الماسك فعلا والله العظيم، اعطيه مليون على عشرة هو والكريم وحق الرموش، الاثنين صراحه تركيبه عجيبه مره عجيبه، كيف انه من جد يشد قوام البشره، كيف يخلي ما اعرف اوصفه. هذا انا عشان بشرتي ما اقدر احط كريمات يوميا، فاحطه يوم ايوه يوم لا في الليل، او يوم ايوه ثلاثة ايام لا، ولما احس انه بشرتي مترطبه خلاص ما تحتاج ما احط في الليل ابدا، ما احط منه، بس انه لما احط احس ملمس بشرتي يلق. شوفوا كلها كريمات اورمانا توب، بس هذا صدمني، هذا فظيع، هذا حق الخطوط. شوفوا كنت لما اجي احط فاونديشن الا ما يكسر عندي حول منطقه الابتسامه، بس يكسر حق شيء بسيط مرة وكاميرا مضايقني. وهذا الخط الابتسامة ترى لو قربت من المراية تلقيه موجود عند كثير، في ناس عندهم مرة قوي، في ناس خفيف، في ناس متوسط، أنا اللي عندي جدا خفيف يعني، بس إنه ستيل كان يكسر الفاونديشن، فبس كنت كذا بصباحي أدمجه ويروح، بس كنت ما أبغى يعني مو نفسي كذا، ما أبغى ذي الحركة صرت تنرفزني. من يوم ما بديت أستخدمه ما عاد صارت هذا الخط أبدا، ما عاد صار يكسر معايا. وليش اقول لكم هذا صدمني بالذات؟ شوفوا هذا مع الوقت يبدا يطول لك رموشك، هذا مع الوقت تلقي بشرتك من جد تعدلت، هذا بنفس اللحظه تلاحظي انه خط الابتسامه اتشد، مو راح مره بس اتشد مره ويبدا يروح بالتدريج.